عفى الله عنك، جزاك الله خير من رفع الدرس وتقرير الدرس. من خاف على نفسه من قصص الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والفتن اللي جرى بينهم أنه لا يقراها. وأنا وضريت مرة من المرات ما مضى على الحسين، وقسمت بكل جد أني لو كانت حضرته لنصرته. وش ترى في هذا؟ علي فيها خطية؟ أنا أرى كما سمعت أن ما جرى بين الصحابة من المعارك والقتال لا يقرأه الإنسان إلا رجلا يأمن على نفسه من الحيف مع أحد الصحابة، وذلك لأن التاريخ فيه تزوير في الواقع، لا سيما ما يأتي من قبل الرافضة، فإنهم في الحقيقة حرفوا التاريخ تحريفا عظيما، وكذبوا على بني أمية كذبا فاحشا والعياذ بالله. والتاريخ المتوسط المعتدل كالبداية والنهاية من كثير، قد يخشى الإنسان على نفسه لا من الميل إلى واحد منهم، الميل إلى واحد منهم لا بأس به، لكن يخشى على نفسه من تضليل الآخرين وتخطيئتهم وكراهتهم وعداوتهم، هذا هو المحظور. على كل حال، كل إنسان حسيب نفسه، إذا خشي على نفسه الفتنة فترك ما يخشى منه الفتنة خير.